من 150 سنة والبريد المصري بيقدم خدماته لكل المصريين وبيسعى دايماً لتقديم أفضل وأسرع خدمة تليق بأبناء هذا الوطن الكريم. علشان كده بدأنا بتطوير 10 مكاتب بريدية هتكون مركز خدمات متكامل، هيوصلوا في المرحلة الأولى ل 412 مكتب بريدي. والبريد المصري حريص على راحة عملائه، علشان كده وفرنا قاعة انتظار للعملاء بالمركز مكيفة وعلى أحدث نظام، بنوفر فيه نظام الانتظار الرقمي وكاميرات مراقبة داخلية وخارجية وأحدث أنظمة الإنذار. رقم 6 شباك رقم 2. وبكده بقينا مركز خدمات متكامل، وتكون حساباتك، حوالاتك، فواتيرك، بريدك السريع وطرودك وكمان خدماتك الحكومية في مكان واحد. يعني بزيارة واحدة للبريد هتوفر وقتك وتقلل مشاويرك. شباك رقم 1. دلوقتي ممكن العميل ينفذ خدمته البريدية في دقائق معدودة مع استخدام النظام الجديد لميكنة كافة الخدمات البريدية، وبكده يشعر باطمئنان لأن خدمته هتكون بسرعة وجودة عالية. وعملنا نظام مراقبة مركزي لمتابعة حركة المكاتب وتتبع أسطول النقل، وكمان بدأنا بتطوير مركز التبادل والحركة اللي بيتم فيه إنهاء إجراءات البريد الخارجي، وكمان توفير سي موحد لجميع العاملين وموزعي البريد في كل مكان. البريد المصري، التطوير طريقه. حدوتة البريد المصري دي فعلا لازم تتحكي، لازم تتحكي. بالمناسبة انتوا عارفين العلامات بتاعة الطريق عندنا، يعني مثلا يقول لك القاهرة الاسكندرية 220 كيلو، هي بتتحسب من مكتب بريد العتبة، من السنتر بتاع المبنى. لو رحت هتلاقي السنتر، البريد موجود في حياتك طول الوقت. خلونا نرحب بشدة بدكتور أحمد منصور، أمين عام البريد المصري. منور. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. إيه الأخبار؟ كله تمام؟ كله كويس. هبدأ الأول بتهنئة من قلبي وبضمير خالص على الخدمات اللي أصبحت متكاملة وموجودة جوه البريد وكل حاجة بتفاصيلها يعني. والشكر هنا للكل، لكل الناس اللي بتشتغل في المنظومة، سواء ان انا اروح الاقي المكاتب كلها شكلها حلو ويشرف وزي الفل، الاقي الموظفين 100 فل و14 ويخدمونا بعنيهم وكل حاجه بمنتهى اللطافه واللياقه والاحترافيه، عربيات البريد اخر جمال، المندوبين والموظفين اللي بوصلوا حاجه اخر شياكه وتقدم، حاجه ما فيش كده والله، بدون مبالغه ولا بلاد بره، بما ان احنا اتعودنا على عقده الخواجه، فده حقيقي اللي حاصل. البريد المصري فعلا في حالة تطوير كبيرة جدا الفترة اللي فاتت، في أكتر من 40,000 مواطن مصري بريدي يعمل في منظومة البريد لخدمة مصر كلها. 40,000؟ أكتر من 40,000 كمان. إحنا كل يوم يوميا بنخدم حوالي 1,000,000 مواطن في كل فروعنا. عندنا أكتر من 4,300 فرع دلوقتي، أو يعني قرابة هذا العدد. منظومة بقالها يمكن أكتر من 150 سنة بتشتغل، حازت على ثقة المصريين بشكل كبير جدا. زي ما حضرتك قلت في المقدمة، يعني عايز تشيل فلوسك فين؟ في البريد المصري، في البريد. فهو الثقة دي من حتى يعني أنا معدت كنت براجع الفترة اللي فاتت برضو حاجات، لقيت إن إحنا حتى تواجدنا في التراث السينمائي والتراث المصري عظيم جدا. يعني البوسطجي ده مش مجرد
بوسطجي بيوصلك جواباته بس، لا ده بيحمل في طياته بقى كل ما هو اتصال مع اهلك وحبايبك. صحيح حقي الاديب العظيم عامل روايه عظيمه البوسطجي، مفيش بعد كده يعني. فدورنا ان احنا نطور المنظومه، ودورنا ان احنا نشتغل في التوجه العام للدوله ورؤيه مصر 2030. ده النهارده بتطور الدوله كلها من بنيه تحتيه للتحول الرقمي لشمول مالي لانجازات في الطرق لانجازات في كل المنظومات على كل الاتجاهات. احنا بنشوف الدوله بتعمل في كل القطاعات، فكان دورنا ان احنا لازم الفتره دي نكون بنواكب هذا التطور. المواطن المصري مستني مننا مش ان هو بياخد مننا بوست، لا هو متوقع منك ان انت تغطي له كل حاجه. واللي لقيناه كمان ان الحكومه خلال الفتره اللي فاتت بدات تركز قوي ان البريد المصري عنده القدره على ان هو يحقق فكره الشمول المالي. لان انت النهارده مين اكتر مكان ممكن تلاقي فيه فروع؟ البريد المصري. البريد اكتر ناس بتخش تتعامل في البريد المصري، معاشاتك بتقبضها من البريد المصري، تاميناتك، مصاريفك، كل حاجه بتعملها عن طريق، تحويلاتك بتعملها عن طريق البريد المصري. فكانت المنظومه هنا محتاجه انها تبدا تتطور علشان تشتغل في انها تواكب توجهات الدوله. دكتور شريف فاروق رئيس الهيئه القوميه للبريد تولى يمكن يعني خلال السنتين اللي فاتوا كان الاستراتيجيه بتاعتنا واضحه، تحول رقمي وشمول مالي، ارضاء العميل، تجهيز بنيه تحتيه، تطوير المكاتب، وخلق فكر الابتكار بقى داخل البريد. ازاي ان انت تبتكر وتبدا تعتمد على الشباب، تبدا تعتمد على الانوفيشن او الابتكارات، او زي ما حضرتك كده كنت جايب من شويه الشباب اللي مسافرين بره، ممكن قد تكون الفكره بالنسبه للناس ايه يا عم ده عاملين طياره ما يمين طيارات مش عارف. انت بترعى الابتكار، لازم تبدا تنمي فيهم ان هم يخشوا ويشوفوا السوق عامل ازاي ويبداوا يبنوا. وده اللي احنا عملناه. بدانا نتوجه ان احنا لازم الاول نبدا على البنيه التحتيه. بدانا نطور في البنيه التحتيه زي ما حضرتك اشرت، تطوير المكاتب. احنا داخلين حتى في يعني اكبر مشروع للدوله دلوقتي هو حياه كريمه. احنا بنطور المكاتب بتاعتنا حتى اللي ضمن حياه كريمه وحققناها كلها، احنا واصلين لاكثر من 3000 مكتب. عملنا له تطوير واعاده هيكله وبناء من الداخل وتطوير البنيه التحتيه بتاعته ورفع كفاءه بكل حاجه. حتى المكاتب كلها بتاعتك لازم تطورها. والتطوير هنا لما بنتكلم على المكاتب مش بنيه تحتيه مباني وطوب وبس. وتطور حتى الموظفين اللي جوه. لازم يبداوا يجهزوا ان هو مش الموضوع ان انت هتشتغل بالورقه والقلم دلوقتي، ده انت الدوله بتقول لك انت عايز تروح تشتغل دلوقتي كله زي ما بيقولوا كده بيبرليس او ان انت كاشلس او ليس كاش يعني. صحيح. فانت لازم تبدا تجهز الكوادر اللي عندك انهم يشتغلوا بالكونسبت او بالفكر ده. فده اللي بدانا برضو نشتغل عليه، تطوير بنيه تحتيه داخليا وعلى مستوى المباني او على مستوى البنيه نفسها. في نفس الوقت بدانا نشتغل على التحول الرقمي بقى اللي هو بمفهومه العام. لازم تبدا تغير من الفكر اللي انت بتتبعه في اداره اعمالك داخل البريد. فلازم تعتمد على التكنولوجيا الحديثه. شئت ام ابيت، انت رايح لعالم جديد، هم بيسموه دلوقتي نيو نورمال. ويمكن اللي شفناه من 2020 لحد النهارده عمر ما حد كان يتخيله. الوضع اللي احنا بقينا عايشين فيه عمر ما حد كان ممكن يتخيله. حضرتك النهارده بتبص تلاقي كل حاجه بتتغير من حواليك وانت مش فاهم هي بتتغير كده ليه. وبمنتهى السرعه. جدا. وجات الكورونا ان كان ليها فايده فانها حققت طفرة في مجال الخدمات اللي بتقدم بشكل إلكتروني أو رقمي أو عبر الكلاود. فوق ما تتخيل. فعلا فعلا اللي اتحقق في التطور التكنولوجي والتحول الرقمي على مستوى العالم في فترة الكورونا أو ما بعد جائحة الكورونا يعني عمر ما كان حد يتخيل ان السيكونس او الترتيب اللي هو يعني عارف انت دايما عندك ترتيب كل سنه هتحقق 10% زياده 15% زياده، لا ده حصل طفره قفزات. فانت النهارده بقى تفضل قاعد محلك سر؟ ما ينفعش، استحاله. فبدانا نركز كمان على تطوير المنظومه نفسها اللي انت بتشتغل عليها كاي تي بقى او كنظم معلومات ونظم دفع عشان تبدا تواكب ده. طيب في وسط ما انت بتعمل ده كله
المواطن بقى انت محتاج تأهله. طيب انا هستأذن هروح لفاصل وهتوقف مع الفاصل عند كلمة المواطن تروح تأهله، لأنه اللي حصل في الخدمات بتاعت البريد المصري عمل شكل من أشكال التعديل السلوكي لدى المواطن ولدى الموظف. أنا من أنصار أنه إن اختلفت البيئة المحيطة بالسلب سلوكي يذهب إلى السلب، بالإيجاب سلوكي يذهب إلى الإيجاب. فلما أنا أخش مكتب البريد بالشكل الحلو بالموظف ده بالأداء ده هلاقيني أنا مواطن وأنا داخل أطالب بحق، حتى لو في شيء ما خطأ أنا بطالب بيه بمنتهى التحضر والرقي. مفيش أنتوا اللي هنا، تعديل سلوكي حقيقي ده اللي حصل. عايزين نناقش التطوير اللي حصل حتى في إطار المواطن اللي داخل هنا بقى اللي هو إيه رد الفعل غير المباشر لحجم التطوير اللي بيجرى. بس استنونا بعد الفاصل مع دكتور أحمد منصور أمين عام البريد المصري. خلونا نجدد الترحيب بدكتور أحمد منصور أمين عام البريد المصري، وكنا بنتكلم على مسألة التعديلات السلوكية اللي حصلت عندي أنا كمواطن داخل يطلب الخدمة، وأيضا عند أخويا الموظف اللي جوه، اللي إحنا الاتنين اتغيرنا أو إحنا الاتنين بنتغير بشكل إيجابي. هي الفكرة زي ما حضرتك كده كنا بنتكلم فيها، تطوير منظومك متكاملة. أنت بتطور في منظومة متكاملة، فأنت من ناحية أنت زي ما قلنا بنعدل في البنية التحتية، وكلمنا على ازاي ان انت بتطور برامج وازاي ان انت بتطور اداء وبتطور بنيه وتطور موظفين او تطور موظفين، لكن كمان بدانا بقى ندور هو احنا ممكن نقدم الخدمه بوسائل مختلفه تانية ازاي وقنوات مختلفه ازاي، بحيث ان انت تقلل الضغط اللي موجود على المكاتب. لان ده واحده من الحاجات اللي بتسبب مشاكل في اي حته، ان انت بتروح انت انطباعك اللي ممكن يكون متاخد زمان على البريد ان انت الزحمه يا عم، الطابور اللي واقف بتاع المعاشات اللي طب ازاي نغير السلوك ده ازاي نغير الفكر ده، هو ده اللي كان مطلوب. فبقى مثلا نشوف النهارده ان انت مثلا محتاج يبقى عندك ماكينات صراف آلي او الاي تي ام زي ما بنسميها. طيب احنا النهارده وصلنا الى 1700 مكنه او قرابه ال 2000 مكنه حاليا موجودين في انحاء الجمهوريه، وبنطور كمان او عندنا فكر تطويري كمان ان احنا خلال 2022 نوصل لعدد 4000 مكان. جميل. الرقم ده مقارنه بالموجود في السوق المصري كله هم حوالي 18000 مكان، فانت ده رقم لوحده لما يبقى لمنشاه واحده ده كبير مش صغير. صحيح. فده جنب او حاجه. طيب في الناحيه الثانيه هو انا ازاي بقى ابدا اخلي المواطن، هنا بقى فكرة الشمول المالي اللي احنا بنتكلم فيه، وخلي بالك ان البريد بيتعامل مع فئات مختلفة من المجتمع. يعني لو بنقسم شرايح المجتمع كلاس A كلاس B كلاس C كلاس D، فاحنا بنتعامل مع B و C و D وعندنا كمان A، فانت بتتعامل مع تقريبا كل شرايح المجتمع. ازاي تخلي الشرايح المجتمع بقى تبدأ تتوجه لعملية التعامل بالكروت والتعامل غير النقدي الورقي، وحتى مش يعني مش بالكارت بمفهومه الفيزيكال، انا كمان عايزه يتعامل بقى على ابلكيشن. هنا بقى بدانا نفكر طب هو في اي حته ايه اكتر حاجه تخلي الانسان يعمل الحاجه اللي انت عايزه يعملها، انك تدي له حافز. فروحنا اطلقنا برنامج اسمه وين او النت. تمام. كل ما بتستخدم كارت البريد في مشترياتك كل ما بتحصل على نقاط. حلو. طيب تبدا تستهلك النقاط دي بقى تاخد بيها بقى تشتري بيها حاجات، تعمل بيها حاجات فين؟ طب ما انت محتاج منظومه تجار. فانشانا او تعاملنا مع اكبر عدد من التجار، احنا واصلين دلوقتي لاكثر من 150 الف تاجر ومنفذ تقدر تتعامل فيه بونتك او بالونت لو انت عندك بمختلف البضائع والخدمات كل حاجه وبكل الكلاسز. حلو. طيب مش بس انت محتاج برضو انك تديله ابلكيشن بقى. انت اديت له الكارت وبتقول له هتشتري بالكارت هتاخد نقط، هتروح بالنقط دي تستبدلها باي حاجه. صح. طيب لا احنا عايزين نتطور، عايزين نديله قناه جديده كمان يقدر يتعامل من عليها من غير ما ياخد فلوس او من غير ما يستهلك الفلوس بورق ويقف برضو في مكنه او عايز بقى العالم بين يديك. يلا ابلكيشن البريد. يلا اطلقنا برنامج يلا يوم 22/2 22. طيب
وهو اول سوبر اب. سوبر اب يعني ابلكيشن او برنامج واحد على الموبايل تقدر تلاقي عليه كل حاجه، كل حاجه بمعنى كل حاجه، واسمه يلا سوبر اب باي ذا واي. قلتش كده عملت له ده هو ده يوم 22 نزل. انا كنت بقول الخبر وبنتكلم اهو اهو يلا ايه ده اهو اهو انا افتكرت دي صورتي ولا ايه؟ لا بص اهو كده صح يا نديم اهو بس انطرها لك اهو يلا انا نزلته اول ما اتقال. صحيح. فكره مثلا يلا النهارده ان المواطن يبدا يلاقي على الابلكيشن ده كل حاجه بقى. يلا صيدليه، طب يلا مشتريات، طب يلا محلات، طب يلا مطاعم، طب يلا حجز اتوبيس، طب يلا مش عارف مستشفى، طب يلا مش عارف دفع، طب يلا بدفع، كل حاجه على نفس الابلكيشن. انت بتحاول تقول له اعمل كل حاجتك من هنا، وبرده خد والنات، هتتعامل هتاخد نقط، هتتعامل هتكسب نقط، هتاخد النقط تاخد بدلها مكسب. فانت بتحاول دايما تحسسه ان هو كل ما بيشتغل على القنوات الالكترونيه اللي انت بتعملها له كل ما بياخد فايده اكتر فيبدا يستفيد بيها. حاجه كمان بقى من ضمن اللي عملناها واللي حضرتك اشرت ليها اللي هي اطلقناها امبارح، هي منظومه الدفع غير النقدي. حلو. ايه الفكره بتاعها؟ النهارده المواطنين اللي بيروح مثلا يدفع مخالفاته في المرور بيجي البريد بيدفع المخالفات بتاعته في البريد. صح. بيدفعها نقدي. تمام؟ ماشي. فبدات افعل له منظومه دفع بالبوينت اوف سيل او البي او اس، لان هو النهارده بالكارت بتاعه يقدر يروح يدفع كل بقى مخالفاته، كراسات الاسكان اللي هو بيشتريها او حاجات لاي خدمه من الخدمات اللي احنا بنقدمها. حلو. واحنا بنقدم خدمات كتير، انت قلت احنا بنقدم مليون حاجه. احنا بنقدم اكتر من 160 خدمه. خدمات ماليه، خدمات حكوميه، خدمات بريديه. عندي اسطول 1000 عربيه. احنا هيبقى في عندنا طيارات؟ بنطمح والله، بس يعني انا بحلم بالحكايه دي يعني. هو الفكره بس مش في كده يعني كان في الفيلم الشهير بتاع توم هانكس، فطول الوقت انا عمال عايز ايجي بوست تبقى طياراتها تحلق في سماء العالم. والله هي تعتمد، بص هو ده احنا توجهنا الحالي برضو ان احنا بنركز قوي على موضوع التجاره الالكترونيه. وده اللي هو الاقتصاد الجديد زي ما بيسموه دلوقتي، معتمد على التجاره الالكترونيه. البريد المصري له هو الذراع الاكبر في التجاره الالكترونيه دلوقتي. صح. لان انت عندك اللوجيستيك ارم اللي هو بتقدر تعمل بيه التوصيل والطرود والشحن والكلام، والناحيه الثانيه انت عندك المنظومه الكامله بتاعه التعامل بالتجاره الالكترونيه. فلما تدمج الاثنين مع بعض تحت كيان زي كيان البريد تحت مظله وزاره الاتصالات، فده بيحقق لك الطموح اللي انت بتسعى ليه، خاصه ان ده برضو زي ما بنقول في توجه الدوله. فانت النهارده منظومه التجاره الالكترونيه لما توصل معاك ان انت يبقى عندك كم من التجارة اللي تقدر تنفذ بيها ويبقى عندك هذا القدرة وهذا الكبر، تقدر ساعتها أقول لك بقى ممكن يبقى معنا طيارات كتير كمان. طيب سؤالي الأخير، عندي والت، يعني أنا كبريد عندي المحفظة الإلكترونية، أنا راجل مواطن أقدر أروح أفتح محفظة إلكترونية على الموبايل بتاعي عبر البريد المصري؟ أنت تقدر تعمل أي حاجة في البريد. أي حاجة؟ أي حاجة أنت عايزها تقدر تعملها في البريد تحت اي مسمى بقى. ممكن تبقى هنا اسمها وولت، هنا يبقى اسمها مثلا ايزي باي، هنا اسمها يلا. أيوة. اب، هنا اسمها حساب بكارت ديبت، مسميات كتير. على فكره احنا النهارده كمنظومه البريد المصري هو على تكامل وتواصل وتنسيق كامل مع مثلا البنك المركزي وهو المنظم العام للمدفوعات في مصر. طبعا. او القطاع المصرفي. فاحنا بنخضع تحت الامبريلا بتاعه فكره ان انت بتشتغل في دوله، فانت في الاخر خالص لازم تكون كل البلايرز او الستيك هولدرز او اللي هم المتعاملين على تنسيق. طبعا. احنا بننسق معاهم، بننسق مع احنا طبعا مع وزاره الاتصالات، مع البنك المركزي، مع باقي جهات الدوله، وزاره الماليه، كل الجهات دي بتشتغل في نفس الاستراتيجي. صح. في توجه واحد. فده اللي هو انت تقدر تقول ان احنا شغالين فيه دلوقتي. فكره بقى ان احنا بنسميها بمسميات مختلفه، مش فارق معايا المسمى، انا عايز الخدمه. يقدر ياخد الكارت بتاع البريد ينفذ بيه معاملاته في مكان البريد او في مكان غير البريد، يقدر ياخد الابلكيشن بتاعه يشتري بيه ويحول بيه فلوس من هنا لهنا، من هنا البنك، من البنك اي حاجه. في الاخر انت بتحاول تحقق الفكر او الجول اللي الدوله حطاه، شمول مالي، تحقيق خدمات للمواطنين بشكل ايسر واسهل، وفي نفس الوقت توصل بقى
للمصريين اللي محتاجين فعلا منك انك توصل لهم، واللي هم طول عمرهم بيحبوا البريد المصري. ده حقيقي، ده حقيقي. عشان كده كانت سهله يعني. طبعا اللي بيتقال ده لو كان اتقال لي مش من 40 سنه، لا من 15 سنه، ولا كنت اصدق. لو كانت قال لجد والدتي رجل رحمه، جد والدتي بقى حسين بك نور الدين، ده كان رجل بيشتغل في مصلحة البريد المصرية، وكان رجل بيه كده وطربوش وبتاع، جو كده كان لذيذ جدا يعني. هو فعلا حسين بك نور الدين، وانا مش من الناس التي تتباهى بأي شكل ارستقراطي كارل ماركس المدرسة يعني. ده لو كانت قال له يا حسين بيه انت مش هتدفع بفلوس، وكانوا يحكوا عنه حكاوي، وكان عنده عصاية باطشة، فيعني انتوا تضحكوا عليا بتهزروا عليا ولا ايه تريك؟ كل السعادة والتقدير والاحترام والتهنئة ليكوا في هذه المنشأة المصرية العظيمة بجد. وأنا واثق إنه هلم جرة، صح؟ إن شاء الله. لسه كتير. ألف 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 شكر. خلونا نرحنا يعني نشكر مرة تانية دكتور أحمد منصور أمين عام البريد المصري. تعاملوا دائما مع البريد مضمون. وإحنا والله ما بقيت فاكر سنة كام، كان في اعلان كده يقول لك دفتر توفير البريد. ايه بقيه الاغنيه؟ انا مش عارف، ما بحفظش اغاني، بس انا دايما الاغنيه دي عالقه في ذهني دايما. على كل الفقره لحد الحته دي للاسف خلصت، لكن اكيد لنا حديث كتير جدا، لانه ما يحدث في البريد المصري لا يتوقف، لا ينتهي بشكل ايجابي. هنروح للفاصل ونرجع الى تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بتدعو لاقتصاد المعرفه، وهو أمر لو تعلمون عظيم. وبالمناسبة ده جزء من اللي كنا بنتكلم فيه مع دكتور أحمد دلوقتي، الاقتصاد المعرفة القايم على النوليدج. إزاي نقدر ننتج أفكار خلاقة، التكنولوجيا تتحول إلى أموال، الدول بتتبني وتنقلب المعايير القديمة لأجل هذا الشكل من أشكال النهوض الاقتصادي. هينورنا داخل الاستوديو دكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومستشار كلية كامبريدج الدولية ببريطانيا. أيضا سيادة النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صديقي العزيز. استنونا بعد الفاصل.